طرق او وسائل سحب ارباح التيك توك. عندنا ثلاث وسائل. النهارده في الفيديو ده هقول لك انهي واحده او اكتر واحده انا بحب اسحب عليها، وهقول لك على ميزه كل وسيله منهم تمام وعيبها. لكن قبل ما اقول لك الحاجات ديت كده واجيب لك الخلاصه في الموضوع، عشان في ناس بتسال اسحب ارباح ازاي من التيك توك، طب ايه افضل، طب ده بيميزه ايه وده بيعيبه ايه، انا عايزك تنزل تصلي على النبي في كومنت كده، تدوس لك الفيديو وتشترك في القناه لو انت مش مشترك وتفعل جرس التنبيهات. تعالى بقى بدون انترو والكلام ده كله اقول لك على الخلاصه. وسائل السحب في التيك توك او طرق سحب ارباح التيك توك هم ثلاثه، وهو الحساب البنكي والبيبال، ودول من زمان. انما الوسيله اللي ضافت جديد او اليومين دول هي بايونير، ودي برضو شبيهه للبيبال، يعني تقريبا نفس الحاجه. دلوقتي اني الافضل يا احمد او انت بتحب ايه؟ في الاول كده انا بحب اسحب عن البيبال، او اسحب فلوسي مثلا لو عندي فلوس على التيك توك اسحبها عن طريق البيبال. طب ليه يا احمد؟ لان البيبال يا جدعان الميزه اللي فيه ان انت بتسحب دلوقتي اهوت، بتفتح حسابك على البيبال تمام، بتلاقي الفلوس وصلت، بمعنى ان انت عملت مثلا 100 دولار تمام عايز تسحبهم دلوقتي، فبتدوس سحب وتضيف البيبال بتاعك، تختار البيبال، بتفتح البيبال، بتلاقي الفلوس وصلت في نفس الوقت. دي حاجة أنا شايفها بيفتقدها الحساب البنكي أو البيونير، معرفش صراحة، بس دايما زي البيبال. فهنشوف دلوقتي بقى إيه هي ميزة الحساب البنكي. ميزة الحساب البنكي إن هو ما بيخصمش منك أي فلوس، دي ميزة كويسة. يعني ده عيب البيبال، ده عيب البيبال لما بتسحب الفلوس في أي يوم غير يوم واحد في الشهر، أو تسيبه وهو يسحب من نفسه. بمعنى أنت دلوقتي جمعت 100 دولار سحبتهم على البيبال، وصلوا البيبال في نفس الوقت، انا عايز اسحبهم من البيبال، ما هو البيبال ده محفظه الكترونيه على النت، مش هينفع امسك منها حاجه. فانت كده كده بتضيف فيزا تمام، الفيزا دي هي اللي بتسحب منها، بتروح على اي مكنه اي تي ام تمام وبتسحب فلوسك. لكن النقطه اللي انا بتكلم فيها هنا يا جدعان، ان انت لو سحبت فلوسك مثلا يوم 2 3 4 5 ليوم 30 او 31 على حسب الشهر، يعني اخر الشهر انت اللي دوست سحب الفلوس بتاعتك من البيبال للفيزا، ان انت تبعت الفلوس للفيزا، فهيخصم منك 79 جنيه بلس، زائد ان انت لو لسه عامل حساب جديد فهياخد 3 ايام على حد ما بعت لك او يبعت لك الفلوس على الفيزا بتاعتك. انما انت لو زي مثلا بقالي فتره على البيبال، فاللي هو انا ببعت الفلوس دلوقتي بتوصلنا دلوقتي من البيبال للفيزا، من البيبال للفيزا الفلوس بتوصلني في نفس الثانيه في نفس اللحظه، يعني عشان انا بالي كتير او يعني الحساب بتاعي يعني نشط تفهم انت، مش حابب اتكلم عن نفسي اكتر من كده. احب اقول لك ان البيبال يوم واحد في الشهر لما بتعمل الدفع تلقائي او التحويل تلقائي يوم واحد في الشهر بيبعت الفلوس بدون خصومات، والفلوس برضو لو انت جديد على البيبال فهياخد 3 ايام، لو انت حد تفهم انت زي كده فالفلوس هتوصلك في نفس الثانيه من غير اي خصومات. ده البيبال يا جدعان واللي يميزه واللي يعيبه. انما الحساب البنكي اللي انا شايفه ان هو ممكن يكون مشكله بعض الشيء الوقت بتاعه، يعني في ناس المفروض يعني الفلوس بتوصل من 3 ل 5 ايام، ده الطبيعي في الحساب البنكي، تبعت الفلوس النهارده بعد 3 ايام كحد اقصى، بعد 5 ايام كحد يعني تفهم خلاص المفروض الفلوس توصلك. لكن احيانا بعض الاصدقاء بيواجههم مشكله ان الفلوس ممكن تعدي ال 10 ايام لاسبوعين ل 20 يوم، ممكن يوصلوا شهر، ممكن ما يعني ما يوصلوش خالص. طب ليه؟ لانه البنك بياخد وقت لما تفهم يفهم الفلوس دي جايه منين، لما المحفظه الالكترونيه فهي خلاص حاجه كله تبع الانترنت والحوار سهل يعني. ف ده الوسائل يا جدعان، ولو انت بتفكر تسحب على اني واحده انا قلت لك اللي يميز واللي عيب. ازاي بقى تعمل كل واحده من دول؟ ان شاء الله البيبال الفيديو اللي جاي، انا خلاص يعني عشان ناس كتيره جدا طلبت مني الموضوع، فباذن الله تعالى الفيديو اللي جاي عن ازاي تعمل البيبال. ولو حد عايز الحساب البنكي او بايونير فبرضه سيبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هنشوف مع بعض ايه اكتر حاجه وهنعملها بعد البيبال. دلوقتي نقول سلام.